ليلة 14 كانت طالعة يعني مسيرة في الديرة، وكانوا الشباب واقفين يعني، وش اسمه، ومهدي كان واقف عند المطعم. المهم يعني نفس ما تقول سووا مسوين كمين للشباب على اساس يستهدفونهم يعني، وكانوا شكل اثنين اللي كانوا منبطحين يعني تحت السيارة، ومهدي ما لاحظهم، ما يعني ما تفاجأ الا بطلق مباشر يعني صوب مهدي. فطاح مهدي وسيدة طلعوا للشباب بسرعة على اساس انه يهجمون على الشباب كله بالشوزن، وعلى اساس انه ما حد يقرب صوبه يشيله. المهم يعني شو يسمونه، تلايموا على مهدي كلهم، وفوق هذا انه مصاب يعني بطلق مسافة كلش قريبة، ويعني حتى الدم بين انه يعني شي مو سهل اللي صاد مهدي. فحاولوا الشباب ان يخلصونه بس ما قدروا، لان كانوا بكثافة يعني يطلقون الشوزن على الشباب. ويعني عقب شوي جابوا اسعاف الى مهدي وشالوه. فانا عرفت يعني ان ليش شايلينه، لان اكيد اكيد ان مسافة قريبة دليل على ان مهدي اصابته مي عادية مي سهلة. المهم حاولت مرت اخوي بعد ان تخلصه من ايدهم، ما قدرت عليهم، لان كان واحد منهم متهدد في مهدي قبل اسبوعين، وكان يقول لمرت اخوي ان شو يسمونه، انا قايل له قبل اسبوعين ما يطلع. قالت له هذا مو شارع ابوك ولا شارع حتى انه تمنع انه يطلع. المهم عقب شوي هددوها اذا ما تباعتي بنجيب لك الدوريه. شالوا مهدي بس ركبوا الاسعاف. جان اتصال من مهدي انه كلش تعبان، كان صوته كلش تعبان، ورد لي كلمة انا تعبان انا تعبان سامحين ما، ومقطع الخط عقب. قلت بس سألته يعني ودونك اي مستشفى، قال لي مستشفى العسكري. يعني السيدة يعني من عرفت اتصلت لابوه قلت له يلا تعال، لانك ومهدي بشايلينه بودونا العسكري، خلنا الحق عليه اشوفه. فطبعا انا يعني وصلتهم من زمان، وصلوا قبلي، بس شفت الدوريات وشفت الاجابه وشفت حتى السرير مال الاسعاف كله مليان دم. دشينا المستشفى، ما خلونا طبعا لان كانوا واقفين ما خلوني ادش، الظاهر عرفوا ان انا جايه حقه. عقب شوي جلنا واحد عليه ثياب مال القوه، يقول لنا وين سيدة، عرفنا بس هو سيدة يعني بطريقة أن وين سيارتكم، طلعنا برا وصلنا للسيارة، اللي يقول لنا اركبوا السيارة. قلت له أنا ما بركب السيارة لأن أنا أدري أن مهدي عندكم، حاولت إياه أقول له مهدي عندكم ويكرر مو عندنا مو عندنا. بعدين قالوا لي توكلوا والله يعني هذا شو اسمه نجيب لكم الدورية، لأن ما في فايدة وقفتكم هني. قلت له يعني أنا وين أروح الحين، أنا أبغي حل أعرفه هو في وين، اللي يقول لي روحي مركز المعارض. عقب يعني طلعنا من العسكري ورحنا مركز المعارض، الشرطي اللي حاشاني في مركز المعارض كان متواجد هناك في عندهم. جيت اللي يقول إيه أنا أدري مهدي جواد إبراهيم وهو في العسكري. قلت له ليش تقولون عجل مو عندكم، اللي يقول هو اصابته بس في رجوله اليمين، بس انا شلون اعرف انه بس في رجوله اليمين اذا انا اساسا ما شفته والطلقه من مسافه كلش قريبه. المهم قال لي يوم ثاني تعالي احنا بنخبرش عن كل شيء. رحنا يوم ثاني ما في فايده، ما حصلت اي نتيجه منهم، وبس ابوه حاول عقب يومين حاول كلش انه على الاقل نسمع صوت مهدي. ما بس شو اسمه خلوا يعني اتصلت لي واحدة من المركز لتقولي بحول عليش مهدي عشان تطمئنين عليه. يعني كلمته بس كلمتين ثلاث، بعد حسيت ان صوته نفس التعبان، نفس اللي نفسيته شوي يعني مو نفس صوته اللي اني اسمعه كل مرة، وانقطع الخط. يعني كان يحاول انه يبغي يشوفني، وخلاص من ذاك اليوم ما سمعت صوته، بس قاعدة أحاول من مركز لمركز لا أتكلم لهذا وهذا عشان بس نوصل لمهدي بأي طريقة. يعني وعدونا ودشينا على الضابط، وقال لي على مسؤوليتنا بتشوفونا وكذي وكذي كل الحكي هذا.
يوم ما عقب ما دخلنا عليهم ثاني ردوا اتصلوا لنا الساعة شو اسمه 2 اتصلوا لزوجي ليقولنا الساعة 3:30 نبيك في المركز في ذا الوقت بس انت وزوجتك. ورحنا اثنيناتنا اللي يقول لنا الحين بتجوني يامنا المستشفى العسكري علشان تشوفون مهدي بس 10 دقائق وما يكون ياكم اي احد ثاني. فاحنا اخذنا بالحكي ورحنا يعني رحنا من دخلنا قالوا لنا وقفوا ورا الجيب. كان يوم السبت هذا شو اسمه يوم نروح. بس من وقفنا ورا الجيب من الساعة تقريبا الساعة 4 إلى الساعة 6:15 يجي لهم تلفون إن خلى يمشون لأن أمر من الجيش فوق إن ما يدشون على مهدي. وردوا رجعونا وقال لنا إن شاء الله باكر أكيد بنسوي لكم زيارة ونرد نروح يوم ثاني. ونفس الشيء نفس الشيء الحكي اللي يقولونه لي ما يعني ولا يصدقون ولا في كلمة يقولونها. بعد قالوا لنا ردينا رحنا مرة ثانية وبعد نفس الحكي ورحنا قالوا لنا بس الحين تروحوا مركز الحورة لأن السالفة عندهم هناك. دش زوجي عليهم كل شيء هناك ويعني قالوا لنا تسوي رسالة للنيابة على أساس إنه يعني يوافقون على إن تروحون ليهم. قالوا لي بس الحين أرجنت نسوي لك الرسالة. هو بعد اخذ بالحكي انه ارجنت يعني اكيد العصر بيتصلوا لنا علشان نروح ليه. وانتظرنا لأذان المغرب كذي وبعد ما اتصلوا لنا ولا خبرونا بشي. ردينا رحنا ليهم اليوم وقلت لهم شلون تقولوا لنا ارجنت المفروض احنا من زمان شفنا مهدي. اللي يقولون لنا بس المديرة الحين مشغول وشوفوا يعني. قلت لهم هذه مي حالة يعني هذا الشيء إنسان يحسوا بنا رايحين جايين 6 أيام ما ندري عنه شيء. اللي يقولون لنا بس شوفوا ده الورقة ودوها النيابة والله لا. يعني أزعم إنهم اتصلوا للنيابة وقالوا لهم إن الورقة عندهم على الساعة 12 اليوم بردون علينا. ونفس الشيء ما اتصلوا لنا ولا ردوا علينا. زوجي رد راح ليهم اللي يقولون لي بس أنت روح ما يحتاج تجي حزت الأسر الموافقة إحنا بنتصل لك. والحين كم الساعة الحين صارت ليل وبعد نفس الشيء ما ردوا علينا. يعني احنا لحد الآن ما ندري عن مهدي اي شيء غير ان خبرونا انه بس رجولة. بس لو كانت اصابة مهدي عادية كان من زمان دشينا على مهدي. يعني لمتى بيخلون الناس على اعصابها؟ هذا الشيء انساني المفروض يحسون للناس ويحسون انهم عندهم اولاد واذا ضررت اولادهم وش تصير حالتهم.